مشاهدينا، أمطار مهمة شهدتها مختلف مناطق بلادنا الأيام القليلة الماضية، ارتوت معها الأراضي وامتلأت بفضلها حقينة السدود، وكان تأثيرها إيجابيا أيضا على الفرشة المائية بما يبشر بموسم فلاحي جيد. خلال 24 ساعة الماضية سجلت من الأمطار 111 ملم بالعرائش، 94 ملم بتطوان، 75 بطنجة، بشفشاون سجل 48 ملم، بالقنيطرة 32 ملم، بسلة 22 ملم، بالرباط 20 ملم، 19 ملم بالصويرة، 17 بالدار البيضاء، أسفي والنواصر وإفران 16 ملم، محمدية مكناس وفاس 15 ملم، بالجديدة 14 ملم، 13 ملم بسيدي سليمان، 10 ملم ببن سليمان، تطمليل وسطات 11 ملم، الحسيمة 10 ملم، 8 بإنسكان، 7 بتازة وخريبقة، 5 ملم بترودانت، 3 ملم بالنادور، ملمترين بترودانت أو توريرت وبن قرير، وأقل من ملمتر واحد بكل من وجدة، داخلة أكادير، الصويرة، الميناء وسيدي إفني. وعلى إثر التساقطات المطرية الكثيفة المسجلة بتطوان في اليومين الأخيرين، مجموعة من الخسائر المادية سجلت على مستوى بعض الأحياء كحي الإنارة الذي شهد انقطاعا للكهرباء. وعلى إثر ذلك لجان اليقظة المحلية قامت بمجموعة من التدخلات الاستعجالية لتعود الوضعية للحالة الطبيعية. من إقليم تطوان، روبورتاج فنى شاكر العلوي وعبد العالي كنوني. التساقطات المطرية الكثيفة المسجلة بتطوان أمس وكبتها تدخلات مستمرة طيلة الليل على مستوى حي الإنارة الذي غمرت المياه مختلف المنازل به ومحول الكهرباء، ليؤدي ذلك لانقطاع الكهرباء على مستوى الحي، وهو ما تم بشأنه التدخل إلى حين إرجاع الكهرباء واستمرار عملية ضخ المياه حتى استقرار الوضع الذي تسببت فيه أمطار خير لا شك أن لها تأثير إيجابي على وضعية السدود وتأمين المياه لمدة مهمة بالنسبة للساكنة والفلاحين لحب الإقليم. واحد الحملة مهمة اللي بلغت تقريبا 1600 متر مكعب في الثانية، وبفضل الإجراءات اللي كانوا اتخذا وبفضل المعايرة الواد اللي كانت دارت والأشغال الوقاية من الفيضانات اللي داروا على الواد، فالواد الحمد لله ما خرجش من المجرى ديالو، والان الحمد لله الواد كيتراجع المنسوب المياه في الواد. كاين مهندسين، كاين عمال، كاين اليات يعني ديال الجر ديال المياه لي زيدروكيروز، وبالتالي يعني واخا يعني رغم هاد التدخلات ما يعني الصبيب كبير، الصبيب هو كبير جدا، والمستوى ديال يعني القنوات اللي تتمشي للواد جات تحت الواد، وبالتالي يعني ما عرفت بعض التدفقات اللي بقات هنا يعني في هذه المنطقه. صباحا بحي الإنارة بتطوان الذي يصنف نقطة سوداء تبرز معاناة ساكنتها كلما جادت السماء بمطر غزير، مجموعة من التدخلات تمت لمساعدة الساكنة التي تتطلع لتنزيل مشروع من شأنه أن يحميها من ليال صعبة مماثلة خلال أيام المطر. كانت عندنا المدخل الديور خصوصا الديور اللي حاضرين تقريبا طلع بواحد 50 سنتيمتر، في الحومه يمكن طلع بواحد 80 90 سنتيمتر، الماء كيجينا من جوج جويه، كيجينا من ثلاثه جويه، كيجينا من اربعه جويه. المشكل ديال الاناره هي حانيه متفقين، ولكن ملي دارت هذه البنيه التحتيه اللي كانت في الجوار، دارت البنيه التحتيه خلات هذه لازون ديالنا ديال الاناره ولات كتحقن فيها الماء. على مستوى الوسط الحضري لتطوان، مجموعة من الأحياء إذن عانت من ارتفاع منسوب المياه بسبب التساقطات المطرية المهمة المسجلة خلال 48 ساعة، وحي الإنارة على رأس هذه الأحياء حيث تم غمر المنازل والسيارات به بالمياه لتتسبب في مجموعة من الخسائر المادية، فيما مجهودات لجنة اليقظة بمختلف مكوناتها استمرت دون توقف تحت إشراف عمالة تطوان في محاولة لحماية الساكنة والتدخل الاستعجالي بحسب الحالات. وبالوسط القروي على مستوى إقليم تطوان، تسببت قوة جريان المياه بواد شقور بجماعة سحتريين في انجراف للتربة مس منشأة فنية طرقية ليتم التدخل بشكل استعجالي لتيسير تنقل الساكنة بشكل آمن. عودة مع فنى شاكر العلوي وعبد العلي قنوني.
أمطار الخير الكثيفة التي عرفها إقليم تطوان خلال 48 ساعة الماضية لم يسلم المجال القروي من مخلفاتها، حيث أدت سرعة جريان المياه وحمولة السيول إلى انجراف مس جوانب القنطرة المتواجدة بالنفوذ الترابي لقيادة بني درب جماعة السحتريين، والتي تؤمن ربط ساكنة دوار منكال وفيلالش بالعالم الخارجي. والساكنة ضروا بزاف صراحة، هنا واحد 7 أو 8 دواور حاليا في عزلة، والساكنة منكال الأقرب تقريبا واحد 4500 السكان هنايا حاليا في عزله تامه، التلاميذ معزولين على الدراسه ديالهم، الناس خصها تمشي للاعمال ديالها، ما كاينش الخدمه هذه، خصهم يمشيو يتاخروا يجيبوا وليداتهم وما ياكلوا ولا شي حاجه. المهم دابا حاليا حنا في حال عزله. على غرار المجال الحضري، سهرت لجنة اليقظة بإشراف من عمالة تطوان على التدخل الاستعجالي بجامعة السحتريين، حيث انطلقت أشغال إصلاح جانبي الطريق المرتبطان بالقنطرة اللذان تعرضا لانجراف التربة لإعادة فتح هذا المسلك الحيوي في وجه ساكنة المنطقة في أسرع وقت. احنا متواجدين في هذه النقطه بالضبط، عندنا مشكل ديال انجراف التربه مورا موقع فيضانات. بالنسبه للقنطره راه جاده بلاصتها، القنطره راه دارت كومي فو بلي نورم ديالها كاملين. المشكل اللي وقع الانجراف ديال التربه وقع في لي رافان بجوج، والحل اللي غادي نصطاد غادي نفكوا المشكل اليوم بالضبط ان شاء الله، غادي نعمروا تمايا بدي ماتيريو سيليكسيوني، تمايا غادي نطلعوا كوش باركوش، وابخي غادي ندير لي زولوجمون مع جيو تكستيل ونكومباكتيو داكشي، وغادي نطلقوا لاكسي ان شاء الله للناس. منذ بداية التساقطات المطرية وحتى استقرار الأحوال الجوية، تواكب لجنة اليقظة بعمالة تطوان الوضعية بشكل مستمر، وتعمل على تنسيق التدخلات الميدانية الاستعجالية اللازمة في سبيل ضمان حماية الساكنة وعودة حركية السير لوضعها العادي، سواء بالوسطين الحضري أو القروي. بعد طول انتظار، إذن جادت السماء بماء منهمر سقى الأرض والحرث وأدخل الفرحة على قلوب المواطنين. بإقليم برشيد استبشر الفلاحون خيرا بهذه التساقطات، لأنهم يدركون مدى انعكاساتها الإيجابية على زراعة الخضروات وتحسين الغطاء النباتي والفرشة المائية. الروبورتاج ليلى عسلي وعبد الرحمن زيان. إقليم برشيد وعودة الحياة للأراضي الفلاحية، ومعها ازدهار الأمل في قلوب الفلاحين هنا، خاصة الذين يعتمدون على المزروعات الربيعية وتربية المواشي. فأمطار الخير غذت التربة وأحدثت تحولا ملموسا في زراعة عدد من أنواع الخضروات والأشجار المثمرة، فضلا عن نمو الكلاء. الامطار ديال الخير اللي صلت هذه مؤخرا تما كاينه على الفلاحه، كان غادي يكون عليه واحد الواقع ايجابي بالنسبه للزرع، بالنسبه للخضروات، بالنسبه للاشجار المثمره، بالنسبه للزرع تما كاينه اللي مسقيته هو غادي تعاونوا مزيان، غادي تثمروا، غادي يكون يعطي واحد الروندومون يكون مزيان، وهذا هو الحل. اما بالنسبه للزراعه الخريفيه راه فات عليها الوقت لحد الساعات تما كاينه، راه ما غاداش تكون تما كاينه بالنسبه لواحد المردود. دابا البهايم مزيانه ليها، غادا توجد لنا الفصة وتوجد لنا الحبوب في الخلا والتبن إن شاء الله، والبطاطا غادا تجي فيها الطونة إن شاء الله، وتعاونتنا على البوطة بعدا هي الأولى. حنا دابا هادي 10 أيام ما سقينا ولا شي. في حياتي أنا سقيت القمح والشعير، سقيته بعض السقيات، وكنا باغي نسقيه ودابا نعاودوه الساعة ربي يرحمنا وجمتي يعني. دابا دابا كان جاي كان خصو واحد السقي ويجو، ملي سقينا ما يشبط عليه الشتا حفظ بعدا مزيان، ونفعتنا الشتا، داير الضرق، داير البطيخ، داير الفقوس. تراكم الأمطار ببرشيد هذا العام وصل 235 ملمترا، نصفها سجل إبان شهر مارس المنصرم، وينتظر أن يكون لها انعكاس إيجابي على الموسم الفلاحي، إذ هطلت هذه الأمطار بعد مرور فترة لم تكن بالهينة على عدد من المزروعات، خاصة الحبوب الخريفية والقطانية. انعكاس إيجابي على الخضروات، كما كتعرفوا إقليم ديال برشيد راه فيه تقريبا 16400 هكتار ديال الخضروات، خصوصا البطاطيس والبصل والجزر، وكذلك انعكاس إيجابي على الأشجار المثمرة، وكذلك على القطاع ديال الحبوب المسقية اللي كتستافد من السقي التكميلي.
زيادة على ذلك ما نساوش القطاع ديال تربية المواشي. احنا كاستشارة فلاحية كنحرصوا كل حرص على تفعيل الحملات التحسيسية والتقنية للتنزيل السليم للمعطيات اللي كتهم الفلاح فيما يخص كيفية استعمال الأسمدة على سبيل المثال، كيفية قراءة تحاليل التربة، وشنو هما القرارات اللي خصهم ياخذوا في هذا الوقت الراهن تماشيا مع التساقطات الأخيرة هذه. تساقطات مطرية، وإلى جانب التوقعات في مساهمتها بشكل فعال في الرفع من نسبة الإنتاج النباتي وكذا الحيواني، فانعكاساتها الإيجابية تهم أيضا إنعاش الفرشة المائية بإقليم برشيد. بدوره عرف إقليم خنيفرة تساقطات مطرية هامة فاقت 132 مليمترا انتعشت الأراضي الزراعية والمراعي، وكان تأثيرها إيجابيا على الفرشة المائية، وعمت أيضا أجواء من الارتياح في أوساط الفلاحين كما سنتابع في ربورتاج لطيفة بن حليمة وأحمد الفاضلي ونور اللباني. هنا في جامعة أم الربيع بين مدينتي أزرو وخنيفرة، المنبع الرئيسي لنهر أم الربيع ثاني أكبر الأنهار بالمغرب، منسوب المياه سجل ارتفاعا ملحوظا بفضل غزارة الأمطار التي عرفها إقليم خنيفرة والتي أنعشت الآمال لدى الفلاحين، خاصة بعد فترة صعبة اتسمت بنقص كبير في الموارد المائية. هذا الواد زاد فيه الماء بزاف، كان ناقص، وهذا الواد شحال من وجع عنده، ثلاثة الويدان اللي جاي لعنده، هذا أم الربيع وديال البقرية وديال ويوان ناقصين بزاف. دابا في هذا الوقت الحمد لله تزاد الماء، مع الشتاء والثلج اللي دازت راه تزاد الماء تبارك الله. الشتاء موجود والماء تزاد والربيع موجود والزرع كل شيء تبارك الله، أعطاه الخير الله ومالك الحمد. الحمد لله باش الشتاء اللي طاحت حنا تنزرعوا شويه ديال القماح وشويه ديال الشعير داك المعلوفات ديال اسم ديال الكسيبه، وشويه ديال البصله شويه ديال البطاطا وكان شويه ديال الشجر والزيتون، والحمد لله المنطقه ديالنا بخير وعلى خير، طاحت الشتا مزيان والحمد لله، الحمد لله ونشكره والله يزيدنا. حجم التساقطات المطرية بالإقليم تجاوز 132 مليمترا ليرتفع معه مجموع التساقطات خلال الموسم الفلاحي إلى 358 مليمترا، وهو ما سينعكس إيجابا على مختلف الأنشطة الزراعية بالإقليم وعلى الموارد المائية. هذه التساقطات كان لها واحد الواقع جد إيجابي على القطاع الفلاحي، خاصة المزروعات الحبوب والخضروات الخريفية وكذلك الأشجار المثمرة خاصة من أشجار الزيتون. هذه التساقطات كان لها واحد التأثير إيجابي من حيث إنعاش الفرشة المائية ونقط الماء وكذلك العيون بالمدارات السقوية الصغيرة والمتوسطة بالإقليم. التأثير الإيجابي للأمطار يشمل أيضا قطاع المواشي، حيث ستمكن من نمو الغطاء العشبي الخاص بالمراعي التي تقدر مساحتها بحوالي 220 ألف هكتار تهم 850 ألف رأس من القطيع. الأمطار القياسية التي شهدتها بلادنا كان أثرها واضحا على حقينة السدود التي وصل بعضها لنسبة ملء بلغت 100%. إيمان سلاوي وتقرير حول الموارد المائية وأثار التساقطات المطرية على حقينة سدود المملكة. في جديد وضعية السدود ببلادنا بعد التساقطات المطرية الأخيرة التي أنعشت الآمال في النفوس، ازدادت الحقينة حيث بلغت نسبة ملء السدود بالمغرب نسبة 30.7% إلى غاية 1 أبريل الجاري، بحقينة إجمالية تفوق 4.942 مليار متر مكعب، وذلك بحسب نشرة لوزارة التجهيز والماء حول الوضعية اليومية للسدود بالمملكة. وأوضحت الوزارة أن 6 سدود سجلت نسبة ملء ب100%، يتعلق الأمر بسدود النخلة شفشاون الشريف الإدريسي وواد زا وبوهودا وسيد إدريس، وتجاوزت نسبة ملء 5 سدود أخرى نسبة 90%، وهي الدخيلة بنسبة 90.8%، أيس مسعود 95.7%، وعلل الفاسي 94.9%، وكذلك ابن بطوطة ب90.5%.
كما سجلت بعض السدود الأخرى معدلات ملء تجاوزت 50%، وهي وادي المخازن 88.2%، طنجة المتوسط 82.5%، مليل حسن بن المهدي 67%، ومشرح حمادي بنسبة هي 58.5%. وحسب الأحواض فقد بلغت نسبة الملء 60.5% باللوكوس، 24.7% بملوية، 46.7% بسبو، و 27.7% بأبي رقرق الشاوية، و 6.8% بأم الربيع. أهلا ومرحبا بكم مشاهدينا في النشرة الجوية. كما كان متوقعا فقد عرفت بلادنا بعض التساقطات المطرية، حيث سجل ابتداء من الساعة 6 من صباح الأمس وإلى غاية الساعة 6 من صباح اليوم بمدينة العرائش 111 ملم، بتطوان 94 ملم، بطنجة 75 ملم، شفشاون 48 ملم، القنيطرة 32 ملم، سلة 22 ملم، الرباط 20 ملم، الصويرة 19 ملم، الدار البيضاء 17 ملم، أسفي والنواصر وكذلك بإفران 16 ملم، المحمدية ومكناس 15 ملم، فاس كذلك 15 ملم، الجديدة 14 ملم، سيدي سليمان 13 ملم، بن سليمان 12 ملم، تتمليل ستات 11 ملم، الحسيمة 10 ملم، أكادير وإنزقان 8 ملم، تازة 7 ملم، خريبكة كذلك 7 ملم، تارودانت 5 ملم، الناظور 3 ملم، توريرت وبنغرير ملمترين. وفي تحليل صورة السطل نلاحظ تكون كتل من الضباب بالسواحل الوسطى، هذا مع سماء قليلة السحب إلى نسبيا غائمة بالسهول الداخلية للبلاد وكذلك بمرتفعات الأطلس وبمنطقة الريف. غدا بحول الله دائما طقس بارد بالريف وكذلك بالأطلس وبالهضاب العليا الشرقية مع تكون ضباب بالسهول الشمالية للبلاد، وستكون السماء نسبيا غائمة بمرتفعات الأطلس. درجات الحرارة الدنيا ستعادل 5 درجات ببولمان، 3 درجات بمدينة إفران، 9 درجات بوجدة، 8 درجات كذلك بمدينة تازة، 7 درجات بفاس ومكناس، و10 درجات بالرباط. وخلال الظهيرة ستعادل درجات الحرارة 30 درجة بوجدة، 22 درجة بالحسيمة، 18 درجة بتطوان، 21 درجة بمدينة طنجة، 20 درجة بالعرائش، 22 درجة بالرباط، و 21 درجة بالدار البيضاء. بالمنطقة الوسطى للبلاد دائما تكون ضباب بالقرب من السواحل، هذا مع سماء نسبيا غائمة بمرتفعات الأطلس الكبير، ويبقي المناطق الأخرى سماء قليلة السحب إلى صافية. درجات الحرارة ستعادل 14 درجة بورزازات، 9 درجات ببني ملال، 13 درجة ستسجل بمدينة مراكش، و 12 درجة بتارودانت. ودرجات الحرارة العليا ستعادل 27 درجة براشيدية، 30 درجة بأرفود وكذلك بزاغورة، و 31 درجة بطاطا. بشمال الأقاليم الجنوبية يتوقع أن تكون السماء قليلة السحب إلى صافية بجل المناطق، هذا مع رفع زوابع الرملية. درجات الحرارة ستعادل 13 درجة بالزاق، 16 درجة بالسمارة، 18 درجة بقلت الزمور، و 15 درجة ببكرة. ودرجات حرارة النهار ستتأرجح ما بين 32 درجة بالزاق، 31 درجة بكل من سمارة وكذلك ببكرة، 33 درجة بقلت الزمور، 31 درجة بمدينة العيون، 23 درجة بطنطن، و 26 درجة ببوجدور، 24 درجة ستسجل بطرفايا. في اتجاهنا لأقصى الأقاليم الجنوبية للبلاد يتوقع أن تكون السماء قليلة السحب إلى صافية عموما مع رفع دائما زوابع رملية. درجات الحرارة ستتأرجح ما بين 17 درجة بمدينة الداخل، 12 درجة بالقويرة، 19 درجة ببيرانزران، 21 درجة بأوسرد. ودرجات الحرارة العليا ستعادل 37 درجة ستسجل بمدينة أوسرد، 36 درجة ببيرانزران، 28 درجة بالقويرة، و 26 درجة بمدينة الداخل. حالة البحر، سيكون البحر بالواجهة المتوسطية هاد إلى قليل الهيجان
بالبوغاز يكون البحر كذلك قليل الهيجان ما بين المهدية وطنطان، وكذلك جنوب مدينة بوجدور سيكون البحر هائج. يبقي السواحل سيكون البحر قليل الهيجان إلى هائج. المد بمدينة الرباط يكون على الساعة 8:02:58، والجزر سيكون على الساعة 1:38، وفي تمام الساعة 2:16. شروق الشمس بمدينة الرباط يكون على الساعة 6:10، والغروب في تمام الساعة 6:53. بالنسبة لتوقعات الأيام القادمة، يتوقع بحول الله يوم الأربعاء تكون سحب منخفضة مصحوبة بكتل من الضباب بالسهول الشمالية وكذلك الوسطى، هذا مع سماء نسبيا غائمة بمرتفعات الأطلس ستعطي بعض القطرات المطرية المتفرقة. أيام الخميس الجمعة السبت الأحد وكذلك يوم الاثنين ارتفاع في درجات الحرارة، وذلك إلى غاية يوم السبت، ويومي الأحد والاثنين ستعرف درجات الحرارة بعض الانخفاض الطفيف، هذا مع هبوب رياح نسبيا قوية بالسواحل الوسطى وكذلك بالجنوب وبمرتفعات الأطلس. وإليكم الآن توقعات دول المغرب الكبير، أوروبا والشرق الأوسط. شكرا لطيب المتابعة وإلى اللقاء.